ذب يا من تدافع عن القتل والقتل اتأدب زين. أنا تحدثتك بكل احترام فتأدب معي. يكفي يكفي أنك تخدم يكفي أنك الآن تخدم في مكان معروف ما هو. تأدب أنت تأدب معروف بكلمة. معروف كم هو شعرك. تريد أحدثك ما تتقدم في مكانات وتنقل من مكان إلى آخر. عن تاريخك تريد أحدثك عن تاريخك وش كنت عيب هذا الكلام. يلا نتحدث عن تاريخي وأنا أتحدث عن تاريخك. إيه تأدب عبد الكريم. خلي نوضح للناس منو تاريخك. منو تاريخك شنو تاريخي يلا. يا ولد هذا حوار ما يصير يسمعه الناس. أنت الما مؤدب تخيف. تأدب ما يشرفني بعد أحشوية واحد تافه. تأدب يا عبد الكريم. عشرة. تأدب يا أبوق السلطة. تأدب يا أبوق القتلة. أنا أعتذر لجمهوري الكرام. لكن هذا الرجل يعني ما ترك لنا مجال إلا أن يسيء على الهواء. أعتذر لجمهوري الكريم حاولت